نعم. ما يعني كهدف دعم القطاع السياحي خاصة الداخلي؟ لا دقيقة، ما خلينا احنا نقول الهدف هو تمكين المواطن، هو توفير برامج مدعومة للمواطن الأردني حتى نحاول نرسله إلى مواقع جديدة بداية. كان الظرف اللي بنمر فيه، تم مراجعة برنامج أردن جنة، حكينا احنا انا مزبوط، بس انا اليوم اصبحت المواقع الرئيسيه تبعتي متاثره، المواقع الرئيسيه بدي احافظ عليها حتى اقدر بكره ادعم المواقع الجديده اللي بتطلع عندي. فاليوم احنا قلنا بدنا نخدم شغلتين، اول شيء نحافظ على هذه المواقع الرئيسيه اللي تاثرت بطريقه غير مسبوقه، وبنفس الوقت بدنا نشرك القطاع السياحي بكافه اطيافه يكون جزء من البرنامج حتى نخفف عليه، ما بنحكي ندعمه، نخفف عليه ونخلي ترجع يعني مساهمه منكم، تخفيف عليه، تخفيف على القطاع واشراكه في هذه البرامج حتى يشتغل مره ثانيه. هلا سيعود يعني انه التخفيف لا يعني انه انت شلت عنه العبء الكبير اللي لحقه او الضرر الكبير اللي لحقه، ولكن خففت عليه قدر الامكان. وبنفس الوقت التخفيف على بعض المناطق اللي تضررت اللي بدينا الحديث فيه. هذا هو الهدف من برنامج أردن جنة. هل هو كافي؟ مرة ثانية احنا يعني انا شوية واقعي في طرحي وفي كلامي، بحلم كنا بنحلم، بس عند التطبيق بدك تكون قادر على التطبيق. هلا ضمن الامكانيات هذا ما افضل، هل هو كامل؟ هل هو الافضل؟ اجتهادات تم وضع برنامج. هل هو منزل؟ مش منزل، بنقدر نراجعه باستمرار ونقيمه طبعا، نقيمه ونعيد النظر. انت مع معالي مالك حدث قبل بدايه ازمه اردن الجنه، وقالت بتدعم وتعاون الشركات التشارتر فلايت النقل الجوي، تدعموش النقل البري بالمساهمه بالتذكره؟ لا زمان بقول لك يعني انا بحكي من بين الملاحظات، ما اجتهادات. مره ثانيه انت اليوم تيجي، قلت لك احنا جينا قلنا برنامج اردن جنه مفروض اساسا في عندي انا منتج سياحي اضافي جديد، بدي اخلي الجمهور يتجه باتجاهه، بقدم له برنامج مدعوم حتى انشط هذه المواقع واحييها. اليوم احنا صارت في عندنا جائحه عطلت كل المنظومه. هلا مثلا انا صار يقول لك العقبه والبحر الميت، انا العقبه والبحر الميت نسبيا شغلات. انا بتكلم نسبيا مره ثانيه، نسبيا شغلات مقارنه. هلا بقول لك يا اخي، لا بس انا بحكي نسبيا مره ثانيه. نسبيا مقارنة في موقع ما في شغل، تمام. فانا صار الاولويه تبعتي، انا بدي الجرش تكون موجوده، بدي بس ترجع السياحة العربية والداخلية والخارجية تكون هذا المنتج موجود. البتراء نفس الشيء. فإحنا يعني الهدف إنه كيف نبقي هذه المواقع كلها ونقدم البرنامج مخفض للمواطن الأردني مدعوم، هو برنامج مدعوم وتجاوز الدعم 50% في بعض البرامج. وبنفس الوقت نحكي للمنظومة السياحية كلها، من مكاتب لمطاعم لفنادق لنقل أدلة، كونوا جزء من هذا البرنامج، بس مش تكونوا جزء بالظروف الطبيعية، الظرف استثنائي. احنا بدنا نساهم، كنا نساهم في دعم هذا البرنامج ضمن امكانيات كل جهة حتى نطلع في منتج نقدمه ونستمر، لانه بدنا نكون جاهزين بس ترجع السياحة الطبيعية. اول من سيستمتع فيه هو المواطن الاردني بالصيف. خلاص اصلا انت حكيتها من البدايه، كنا مش مصدقين ونطلع. اسمح لنا نعطي اللي طبعاً عنده رغبه من الشباب. اعطي ببدا بال حدا يساعدني يا سيدي، بس يعرف على حال الواحد من بعد اللي ما سمعتك. سامي ايوه سامي، تلفزيون. انا عندي تقريبا 7 تقارير اخباريه في وقت كورونا، ابتداء من الفتره لوادي رابع للملكيين والمستاجرين. هل احنا عندنا مشاكل؟ بس قرب تفضل. احنا عندنا مشاكل، اولها امر الدفاع اللي انتهوا فيه الحكومه اللي هو 29، وفي مشاكل امر الدفاع رقم 6 ايقاف الميزات للمشاريع السياحيه. هلا في عندنا قانون الملكيين والمستاجرين حاليا طالب الناس كلها فيه انه يتغير او ينعمل صيغه توافقيه بين الملك والمستاجر،
وما فيش يعني الى الان ما حدش تحضر بهذا الفيديو. في عندنا احنا الجنوب في المكان اللي الى الان وزاره السياحه مش قادره مش عارف مش قادره تفتحه او مش ماخذه بالها منه، اللي هو سياحه السيارات الدفع الرباعي في وادي عرب. عملنا هذول بحاجه اللي يطلعوا من عمان او من مناطق العاصمه بحاجه لمسارات سياحيه امنه. هم الان يروحوا يفحطوا ويشحطوا على رؤوسهم يعني، وبدون مكاتب وبدون مثلا نقاط استقبال ولا نقاط في عندنا قصه حكت لي اياها يعني اخي سامي. انت قاعد يعني تشرق له غير انا ليش خلينا نكون واقعيين انا عشان تسمع لي اصبر عليك طيب خلي الطرح قابل شو انا اليوم انتقل من اوامر الدفاع الى اوامر الدفاع الى المالك المستاجر الى شو يا اما نجاوب على كل واحد بوحده لانه اول شيء نجاوب على لانه انت بتقول لي انت ست تقارير طلعت اليوم اذا ست تقارير بدنا نناقشها في 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 الطريقه اللي تفضلت فيها يعني انا مسار سياحي هذا مره ثانيه احنا اليوم عندنا مشكله كبيره وهي توقفت القطاع الاقتصادي والقطاع السياحي جزء من هذا التوقف. هلا في مشاكل المالك المستاجر بنقدر نحكي فيه، مسار سياحي بس أمل الدفاع ستة أنا مش حافظه حتى أنا شخصيا اللي هو جزئية إيقاف ال منشآت لا إيقاف ال لا هي إيقاف الدعم لقطاع السياحة اشرح لي اياها ما يقلبش انا من عندي ليش خلينا نسوي الاشياء اللي بدك تجيبها ايوه هي خلينا انا بس معلش خلينا اعطيني تفضل معاليك بعدين نقطة اكثر من سؤال اخي نظام انا حتى نقدر نكون يعني في يعني نتيجه بالعكس بنحب نسمع اذا في ملاحظه نحكيها بس مثلا انا في شغلات مش حافظ مش حافظها آه ولا تفضل فاحنا اليوم خلينا نحكي على موضوع الشغلات الواضحه اليوم المالكين والمستاجرين هذا الموضوع طرح ونوقش وهناك في امر المحكمه هي اللي صدر في هذا الراي من خلال المحكمه واصبح واضح ليس موضوع فقط لقطاع السياحه، هذا موضوع للمملكه الاردنيه الهاشميه كله واصبح وانا ليس الخبير القانوني في هذا الموضوع ولكن انا بعرف انه هذا الموضوع اصبح الان في امر محكمي يستطيع ان اي شخص متضرر ان يذهب الى المحكمه وصدرت سوابق قضائيه خلاص نعم. بس في نقطه هو مفروض المنطق يقول لك انا مالك وانت مستاجر، مفروض انه اليوم بالظروف الاستثنائيه نقعد مع بعض كنا نتحمل جزئية منه ونطلع بس هذا بعود للمالك المستأجر ولكن في أمر محكمة صدر والعضيله مسار السيارات وهذا قد يكون منتج إضافي جديد نرحب فيه ندرسه بس هي عشوائيته لا نستطيع أن نقول إنه والله روحوا بالمناطق وادي عرب ومشابه هاي عقوبة الأمين معي بنأخذ الملاحظة عليه وإذا عندك التقرير إذا عندك التقرير زودنا فيه نسمع شو تفاصيله حتى نصل شو المطلوب منا إحنا بس إذا تكون تطوير منتج بده وقت وهو ليس مشكلة كورونا هو قد يكون مثل ما حكينا في بعض الأمور قبل الكورونا وفي بعض الأمور صارت خلال الكورونا وفي أمور قابلة للتطوير والاستمرار في تطوير المنتج. اما الرقم 6 هذا انا اذا عندك التفاصيل بعدين بناخذها ان شاء الله. مساء الخير شيخ غزال. معاليك يعني كل الشكر للحكومه على كل ما استطاعت ان تقدمه خلال فتره الجائحه ولكن كلنا نعرف انه القطاع تضرر وللاسف احنا بننسى بسرعه فبس ترجع السياحه العام القادم نامل ما توقفوا لنا دعم لانه احنا اللي استدان له مليونين ومليون مشان يضل فاتح بده دعم لثلاث اربع سنوات ليعوض القروض الاضافيه اللي استطاع عشان يبقى صامت فاحنا للاسف بكره بننسى بسرعه وبترجع الحكومه بتطبق علينا كل الاجراءات باسرع ممكن يجب وضع مدد زمنيه لكل قرار انه بده يقول والله تخفيض ضريبه المبيعات لمده 5 سنوات ان شاء الله تكون على طول ان شاء الله مش انا ماشي الموضوع ماشي لا ترجع للبيت يعني انت مع اي مع وزير ليكون وزير ماليه بعدك يعني والله وزير ماليه الموضوع الاهم اليوم اجراءات العقد
احنا كلنا سمعنا وطبعا مهم انه نعرف انه اليوم بيقدر واحد ماخذ مطعوم انه يذهب بالعقل، ولكن اذا عنده ثلاث اولاد عمرهم ما بين 6 ل 18 سنه بده تكلفه 80 دينار مشان يعمل لهم بي سي ار تيست مشان يروح على القبر؟ هل وطبعا ما بيقدرش ياخذ يعطيهم مطعوم لانه المطعوم لا يعطى دون 18 سنه، فهي عائق ستكون اعتبار الاسبوع القادم. لا لا نيجي على موضوع المطعوم الصيني، وهذه طبعا نأمل من الحكومة انه تبشر بإجراءات مع الجهات الأوروبية للبحث موضوع انه ياخذ مطعوم صيني يقدر مكتب سياحة يروح يصوت كيف بده يطلع اذا بدناه يروح لانه ماخذ مطعوم صيني، او بده ياكل ناس جوع الثالثة بالصين مثلا بده يروح يعمل كورنتين بفرنسا 7 أيام مشان يقدر يدخل. حتى هي إشكالية بعده في عليها نقاش. نيجي لموضوع طويل الامد ولكن بحل مشكله اليوم وبكره، ولازم يكون ببالنا خلق المواصلات ما بين المواقع السياحيه. احنا اليوم السائح اللي او النزيل اللي بفندق بالبحر الميت اذا بده يروح على المغطس بتكلفه تاكسي مبلغ كبير، اذا قاعد بعمان وبكره جبنا سياح فرديين بده ينزل على البحر الميت بده تاكسي 100 دينار مش ينزل على البحر الميت. فكل المواقع السياحية النقل ما بين نقطة ونقطة يجب أن يتوفر بخطة واضحة ومستمرة. كيف بده يروح على الموجب يقضي النهار؟ طب نشغل الموجب، إذا كان قاعد هو فنادق بحرية يكون عنده إمكانية يوصل على الموجب يطلع البانوراما أو يطلع البانوراما. فكل شبكة المواصلات كل المواقع السياحية معلومة. وطبعا أخيرا اليوم شفنا أن السياحة الداخلية ممكن تكون حركة جيدة، نستغل ذلك لتطوير منشآت فندقية، يعني تشجيع الاستثمار في الشمال لأن الشمال معدوم من الغرف الفندقية. مين شكرا. تعطي المسألة مع الأستاذ مالك خلينا نجاوب. ما بعض نشبكين. تفضل سيدي. أول شيء أنا بدي أرجع أنا بتفق معك أخي مشير بالنسبة ل الاجراءات، لا احنا قلت لك احنا اذا موضوع استدامه بدنا نقعد نحكي فيه ونشوف اذا بدنا نتكلم السنه الجايه، يعني لانه نخفف عن القطاع قدر الامكان، القطاع المتاثر بس بيجوز يصير في تقييم، اذا انت شغال ما شاء الله فندق وشغال ممتاز خلاص ما في داعي اظني مساندك مثل فندق قد يكون في منطقه اخرى بنلاقي له حل. اما بالنسبه للاجراءات الثانيه القروض احنا اجلنا، كان في اجراءات لتأجيلها المفروض للفترة القادمة. هلا إذا في شيء يا ريت زودونا احنا أول احنا بالمحصلة احنا صوتكم، يعني شو بتحكوا فيه احنا صوتكم بنحاول ناخذها ونتكلم مع الجهات المختلفة حتى نعالجها. إجراءات اللي بتحكي فيها بنحكي فيها في الوقت الحالي يعني وعارفينها ومدركينها، بس ما بتحكي فيها بستنى يطلع القرار أو مش يعني الإعلان عنها، لأني مش أنا الشخص الوحيد اللي المفوض في الكلام عنها وليس صاحب السلطة فيها، لو صاحب السلطة كان قلت لك، بس بجي احكي شيء يكون في تغيير فيها فمش من المناسب نتكلم امام قيد العمل الان. يعني مفروض اذا هي طالعه في التوضيح حتى يكون، وهي اخذ بعين الاعتبار الملاحظه اللي تفضلت فيها اخي مشير بالنسبه للذهاب الى المثلث الذهبي. موضوع خلق المواصلات انا متفق معك 100%، ويعني استاذنا واخونا معالي والسياحة الداخلية والشمال قبل شوي احنا قاعدين قبل ندخل هون شو حكينا اخي نظام؟ مش قلنا منطقة الشمال يعني لسه بحاجة الى استثمارها، لسه ما استثمرناها اطلاقا، ما استثمرناها انا باعتقادي، لسه في فرصه استثماريه كبيره. احنا استثمرنا مثلا منطقه البحر الميت العقبه، بس الشمال والشمال فيها شغلات بسيطه ليس كافيه، يعني لسه الفرصه الاستثماريه انا اعتقد في المناطق هاي كبيره جدا وشغالين على اساسها طبعا على حتى على مدار السنه، والله يعني جميله جدا، يعني بالشتاء ناس بيحبوا يروحوا يقعدوا فيها ترى ويستمتعوا فيه في الطقس الجميل. في عندك على السؤال على موضوع السينوفور المطعوم الصيني؟ حطيت المطعوم الصيني، بالعكس احنا المطعوم الصيني في شغلتين، اول شيء منظمه الصحه العالميه هي صاحبه الاختصاص في هذا المطعوم، واعتقد انا يعني
الصين فيها من أهم دول العالم، الصين أهم دول العالم في السياحة اليوم، والعالم كله بده سياحة من الصين، والصين ما طعمت غير سينوفارم، وعندها فوق المليار بني آدم صاروا طعمينه طعميته، وهو عندها بتخرج من عندها حوالي 100 مليون سائح بالسنة، فكل دول أوروبا والدول الثانية راح يأخذوا، فأنا أعتقد إنه مجرد وقت وراح يكون، ولكن إحنا مصلحتنا كمان من ضمن الاعتراف في هذا الموضوع، وزير الخارجية إحنا شغال على هذا الموضوع بتوجيهات من جلالة الملك ودولة الرئيس بأنه موضوع الأردن يكون منطقة خضراء بالتنسيق مع الدول الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع السفارات من الخارج وبالتنسيق مع السفارات بالأردن حتى نقلب الدول كلها تكون معترفة بالأردن كمنطقة خضراء، وأخذين بعين الاعتبار أيضا المطاعيم الأردنية كتبت من الخارج، بس منظمة الصحة العالمية هي الأهم اعتمدت السينوفارم رسميا يعني. هذا مش قربان لا احنا صار المعطس ولا بقح ولا شيء تفضل معالي الاخ الله يمسيك بالخير مساء الخير الاخ نضال وشكرا جزيلا لمركز حماية الصحفيين كمان الاخوان جميعا يا سيدي احنا مش اسئله هي عباره عن اضاءات من معاليك حول موضوع تفكير الوزارة وهي تنشيط السياحة في موضوع هل فكرتم في دعم حوافز أو تطبيق حوافز للسائحين خاصة السياحة الأجنبية عند القدوم للأردن مثل إعفاءات من الدخوليات أو شغل من هالنوع هذا حتى نقدر نشد. الشغل الثاني الإضاءة الثانية الموضوع الاستثمار في قطاع السياحة بشكل عام، احنا عارفين إنه الاستثمار أي وزارة نجاح أي وزارة يعتمد على بنت الاستثمار بتشغل الوزارات، فهل هنالك أفكار تشجيعية للمستثمرين في إنشاء فنادق أو تخفيض الكلفة التشغيلية على الفنادق الحالية مثل الكهرباء وغيرها وحتى مكاتب الرسوم والرخص على المكاتب السياحية وشركات النقل وغيرها. الإضاءة الثالثة هل فكرت معالي الأخ في عمل بروتوكول خاص في منطقة البحر الميت؟ ليش ما يكون في بروتوكول خاص في مثلا انه نعلن خلينا نقول او علامه خلينا نطلقها في انه والله البحر الميت هو اكثر نسبه اكسجين في العالم وهو اللي بيحكي فيه وما فيش يعني كل البحر الميت انا ما اعتقد انهم كلهم اتطعموا، فبالتالي ليش ما نسويها هيك حتى المثلث الذهبي يكون له بروتوكول خاص مش مشمول مع المملكه ككل، فانت هذا دعايه نوع من الدعايه للبلد انه والله منطقه الجولدن تراينجل هي خاليه من الدخان، عدد الاصابات صفر، عدد كذا صفر، يعني هاي ممكن نوع من ادوات التسويق. الشغله الاخيره اللي ارجو ان يكون في يعني نوع من الاضاءه عليها، تحكي لنا عن موضوع صندوق الاستثمار او صندوق المخاطر في وزاره السياحه اللي راح تطلق وزاره السياحه، وتعارض صندوق المخاطر تبع السياحه بقطاع النقل السياحي مع صندوق مخاطر النقل المنوي إنشاؤه كما كذلك. تعارض. نعم يعني إحنا مش عارفين وين نقول، إحنا تابعين لوزارة النقل. تبعيتنا ما مش عارفين، فبالتالي هل بنقول إحنا منتظمين لصندوق المخاطر النقل ولا من صندوق مخاطر السياحة؟ شكرا جزيلا. بالنسبة للجواب الأخونا. موضوع النقل بين. موضوع النقل موجود يا سيدي، الخطوط موجود. يعني احنا مثلا عندنا كشركة عندنا خطوط نقل منتظمة تابعة لوزارة النقل بين عقرب بترا رم كذا، لكن احنا ما نقدر نشغل الباصات لانه بنطخ علينا يعني بلاش لانه احنا مثلا نقدرش نشغل لانه مثلا باخذ السيارة 70 دولار ولا 100 دولار على السائح، لما تيجي تقول للسائح من بترا العقبة 10 دولار بوقفونا بالطريق، وهي حصلت، فبالتالي موجود الخطوط كاملة، لكن بدنا هيبة الدولة تكون موجودة أكثر حتى نقدر نشتغل. شكرا جزيلا. مش دويات إلكترونية اللي بدهم يحكوا يعني. تفضل تجاوب؟ بعدين راح أعطيك. تفضل. أول شيء احنا أشكرك على الملاحظات القيمة والاستفسارات. حوافز الزائر، احنا ترى المشكله بالزائر هي مش موضوع الحوافز، ترى الزائر هي المانع بعدم القدوم له، وهي
أخي محمد بعز راسه وما ألف يعني مشكلته هو تخوفه من القدوم. فإحنا ما في عنا إشي صار بسبب الوضع الاقتصادي لا، بس إحنا موجود، إحنا الحوافز تعطى للطائرات الشارتر مثلا حتى نجيب الطائرات اللي هي مختصة العارضة. عملنا برنامج حوافز عطيت لهذه الشركات حتى تستطيع أن تستقطب أكبر عدد ممكن من السياحة ضمن شروط محددة، وتم الإعلان عنه، ومفروض أنه صار هناك توقيع على مجموعة من الاتفاقيات ما بين شركات الطيران وشركات مختصة حتى تبلش تجيب لنا الزوار. موضوع الكلفة التشغيلية من عيد النظر فيها كلها كاملة بصراحة، بالعكس بالظروف الحالية قاعد نحكي احنا الكلفة التشغيلية واحدة من الأسباب اللي بتأثر بالاستثمار. ولكن بدي أحكي للإعلام هي كله قطاع السياحة من 2010 بالرغم من التحديات الكبيرة التي مرق فيها القطاع الاقتصادي كله والمنطقة، قطاع السياحة الوحيد اللي لم يتوقف الاستثمار فيه، والاستثمارات موجودة حتى هاي اللحظة، حتى بالجائحة لم تتوقف الاستثمارات، والدليل عليها يا أما من خلالنا إحنا، يا من خلال هيئة الاستثمار، يا من خلال المشاريع التي لم تتوقف، في بعضها تباطأت شوي ولكن لم تتوقف، وفي بعضها بالعكس شدوا حيلها من خلال الأزمات واستمر، بما في أزمة كورونا ترى، حتى بعض المنشآت السياحية التي سجلت عنها، هذيك مرة طلبت أنا من عطفت لي من قلت له عمل لي مقارنة قديش منشأة قد لا تكون كلها حجم كبير، قد تكون SMEs يعني متوسط وصغيرة، لكنها هي منشآت كلها لها أثر إيجابي في الاقتصاد، وهناك مشاريع رئيسية فنادق وما شابه موجودة والطلب موجود فيها والعمل لا يزال جاري فيها، والطلبات نتأمل أنها لم تتوقف أبداً في قطاع السياحة. النقطة اللي تفضلت فيها موضوع الشمال فرصة كبيرة أن يكون هناك استثمارات وتوجيه الاستثمار في اتجاه الشمال، وإحنا أصلاً جزء من الاستراتيجية اللي مشتغل عليها وتطوير شو حوافز تشجع الناس يا سيدي، هاي جزء من يا سيدي في الاستثمار في حوافز كبيرة يعني تعطى للمنطقة حتى يكون يعني أحكي لك صراحة أنا مثلاً في مناطق ما بعطيها حوافز بس مش هي الأولى لأنه وجود فيها صرنا لمرحلة خلاص تقريبا مكتفين أو يعني مكتفين في الموجود، إذا في مع الوقت بحاجة، بس الحافز بتعطيها أنا المنطقة أشوف فيها بوتنشل عالي وشو بتخلق لي فرص عمل وشو بتخلق لي منتج جديد أقدر أضيفه للسياحة. موضوع صندوق المخاطر، موضوع صندوق المخاطر إحنا يعني صندوق المخاطر احنا استفدنا من المبلغ اللي اتيح للحكومه مع انه متواضع نوعا ما، ولكن حتى نعمل حساب المخاطر يعني ما اتجهنا بصندوق لان صندوق بده تشريع وكذا طويل، فاحنا مجينا بحساب المخاطر حتى ننشا. احنا بنخلص اليوم من ازمه كورونا، بس بكره بتطلع لنا اي تحدي ثاني للقطاع السياحي بشكل عام، لابد ان يكون هناك حساب نستطيع أن نستثمر فيه ونزيد حجمه حتى يكون في تعمل فائدة ليس فقط على جهات معينة، على كل من يريد أن يساهم فيه وأن يكون المردود له في اللحظة اللي يحتاجها ضمن شروط وآلية محددة. موضوع الباصات بالعكس احنا بدنا نعزز يعني النقل السياحي بالتحديد مثل حكي بشير، يعني اليوم لو في عندي خط منتظم في بعض المناطق ما بقول هم، يعني انت اليوم بين عمان والعقبة ما بقول لك بين عمان والعقبة ما حد يفكر، بدك في خيارات عديدة مظبوط، بس في لا يزال بعض الخطوط اللي بجوز نشتغل احنا وياكم فيهم، ولا واحنا كل دعم لتأكيد على انه هذا حق اول شيء للمواطن الاردني وحق للاستثمار اللي بيشتغل في قطاع النقل، وبنشكركم انتم كمان كنقل سياحي إله تاريخ طويل وإله إنجاز كبير، وبالرغم من التحديات الموجودة لساتكم تدعموا تشتغلوا على تعزيز المنظومة النقل السياحي. اسمع عليك ما حكى لك بده الدولة تكون قادرة على أن سيدي الدولة قادرة الدولة قوية سيدي وقادرة دائما، قد تكون هناك بعض التجاوزات هنا وهناك، ولكن الدولة قادرة صاحبة السلطة والصلاحية في اتخاذ الإجراء الأنسب
ومحاسبة كل من يتصرف خارج إطار القانون أبدا. تفضل سيد. مساء الخير جميعا، انا احمد الوحيد من قناه سماع الاردن الفضائيه. معليك بس في عندنا استوضاح وسؤال. الاستوضاح في اخر حديث لك تطرقت لموضوع بيع لقاح كورونا للسياح في حال كان في عندنا فائض. هلا السؤال اللي احنا بنحطه، يعني في سياح بيدخلوا على البلد بدون ما يكونوا معهم شهاده كورونا مثلا، او عفوا المطعوم، او مثلا فحص البي سي ار. السؤال الثاني اللي حابين نوجهه لك، كيفيه البروتوكول اللي بيتعامل لغايه الان في المطار بالنسبه للسياح اللي جايين عن البلد. شكرا لك. بدي اشكرك اخي احمد، بدي اشكرك على اثاره هذا الموضوع. انا لانه هذا يعني هذا اللي بده يشوف المعلومه كامله. وهنا بنتكلم على الاعلام، هنا تاتي مصداقيه الاعلام. يعني بالعكس، حتى بعض الاشخاص اللي يعني بيسيئوا للاعلام بشكل عام بهذا باخذ جزئيه منها وببني الخبر اللي بده اياه. الموضوع مسجل كله ومسجل على التلفزيون، يعني مش خبر اعلامي بيقول والله في انا حكيت له هيك وحكى لي هيك. بقدر ترجع، وهو اثير من 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 اخونا محمد، بس سال عن، قلت له هذا يدرس. قلت له انا كوزير سياحه بتمنى، ولكن قلنا الأولوية أولاً بكل المعطيات للمواطن الأردني والمقيم بالأردن. بس نشوف إن وضعنا إحنا مرتاحين وظل عنا كفاية. بالعكس، بتمنى وأنا هيك قدامكم على الأماكن، بتمنى إنه أنا ما بدي يدفعني حق المطعوم نسيبه شو ما كان حقه. أنا جاهز، يعني بقنع وزير المالية ووزير إذا كان عندي فائض، إذا كان في عندي فائض يجي عندي الطعام. لا ليش؟ لانه بس يجي عندي بده يقعد لي 3 أسابيع عشان الطعام، هو بتصرف لي بالفتره اللي قاعده. ولكن مره ثانيه، اذا ما توفر الاولويه 100%. هلا انا بدي اسالك، بدي اروح على جاري اقول له بدي اعطيك رغيف وخبز وانا اولادي مش ملاقي اطعميهم لسه؟ يعني المنطق والشموفة. انا اشكرك باثاره هذا الموضوع لانه مسجل، وبترجعوا تقدر تشوفوا شو التسجيل والحكي اللي انحكى. ولا يجوز يعني ناخذ اجزاء من 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 ونبني على انه يعني ال 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 لانه هاي تسيء، مش لا تسيء لا 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 للوزاره او هي تسيء لانه كنا. فاشكرك على اثارتها، وهي توضيح كامل. بالعكس، انا ملازم بقول لك اذا كان عندنا فائض في المطاعيم اهلا وسهلا، مين ما بده يجي الطعام عندي يجي الطعام. وانا بقنع المسؤولين انه حتى نتكلف بتكلفه لا تذكر مقارنه بالمبلغ اللي عنوان حمله حلو، تعالوا الطعام عندنا. بس بس بس, بس 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 اخي نضال، اخي نضال اخي نضال، يعني مره ثانيه، احنا عندما يكون هناك اي شخص بقول لك انا الطعام وانا باخره، لا بقول له المواطن الاردني اولا والمقيم ايضا وبعديها بنسير. فهذه هذه انا مرحب فيها. البروتوكولات الدخول، هاي البروتوكولات ترى نرجع مره ثانيه، احنا من افضل البروتوكولات الموجوده في العالم يعني، وتم مناقشتها موسعه قبل حوالي شهر. كنا في السعوديه وناقشنا هذا الموضوع. ما في شيء ثابت، كل دولة بتأخذ إجراءات مختلفة. إحنا الإجراء المتبع كالتالي، أنت بدك تجيني من أي دولة باستثناء بعض الدول اللي تم الإعلان عنها لأنه في حالات انتشار بفيروس الدلتا الجديد تم استثنائها. غير هيك معك بي سي آر قبل 72 ساعة أهلا وسهلا فيك. حتى لو معك بي سي آر بس توصل على المطار بدك تعمل بي سي آر ثاني، ويتم من خلال التطبيق او من خلال تسجيلك على الحصول على الكيو ار كود حتى يسمح لك بالتنقل في الاردن ضمن عاليه خضراء. لما تطلع سلبيه اذا لا اذا اذا وصلت انت هنا والنتيجه ايجابيه وحتى لا، وهي لهذا السبب وضعت البروتوكولات. تحجر، انت بتحجر، تروح على المنشاه او بتروح على الفندق على المنزل وتحجر. وهذا معتمد في على ومطبق. إذا أنت مطعم من 21 دولة إحنا اعتمدناها، نسمح لك إن يكون معك فحص البي سي آر مع المطعوم وتدخل مباشرة.
مرة ثانية البروتوكولات الموجودة أعتقد إحنا ناقشناها في جلسة مطولة ترى في النضال، وأعتقد إنه إحنا بنشتغل فيه من أفضل الممارسات اللي أخذت نوع من التوازن في الإجراءات حتى تكون أول شيء تحافظ على سلامة بلدها وتحافظ على مواطنها.